انضربت دي بنتي. اللي انضربت بنتك. اه. الحاجة الكبيرة. قاعدة على عيالي وهي متطلقة بقالها 20 سنة. ربتهم وجوزها الثلاثة ولسه ولد. وريني الفيديو على الموبايل. طلعنا الفيديو. بسرعة بس اه. دلوقتي مرتبناها ديت نداء بقالها سنة ونص معايا أو سنة وأربع أشهر. تمام. بنتي مش مخليها وراها ورا. اللي تطلبه بقى تجيبه لي. احسن اكل واحسن شرب وتديها مصاريف كده ب 300 جنيه وتديها اللي هي عايزاه تجيب لها بس تجيب لها حلاوه تجيب لها سمك لحمه وهو اللي طلع عايشين في البيت بس. بنتي انضربت ونداء مرتين. تمام ضربتها اه اه كملي هاتي الفيديو عشان نطلعه. اه يا حاجه كملي. يوم الجمعه بقى صباحة في ايدك يا بنتي بتشتغل بقى لها 20 سنه بتخبز للناس. احنا عايزين نوري للساده المشاهدين الفيديو اللي تم ضرب فيه. عايزين الفيديو بعد اذنك يا جماعه بسرعه. اه بنتي بتخبز للناس بتشتغل عشان تربي عيال جزا مكسور عين وقعدت على اربع عيال ربتهم وزوجتهم لسه ولد من غير فلوس. يوم الجمعه دي ما تبنيه عملت معاه مشكله بتقول انت امي ادتني 100 وسمعها شهره. وقت الصوت وقت اه كملي هاتي لي الفيديو والحاجه بتتكلم. ايوه امي مدتني الموسم 200 جنيه واخدهم ليا. قالت لها اخديهم وانت ما جبتي لي موسم عاشوره وانا مخطوب. قالت لها انا جبت لك الموسم كلها يعني ده انا فاكره جبت لك ولا ما جبته لك. قالت لها وانت مش بتاكليني. قالت لها مش عايزه تعيشي اقعدي لوحدك تعيش لجوزك يبعت لك 3000 جنيه ولا اربعه وقت اللي انت عايزاه وكلي وكل. قالت لها انت شغولي تعزلي يا بنت رسالة. قالت لها مش عارف حماتها بقى ضرب ضرب ضرب. قلنا الفيديو ثاني معلش. مسكت حماتها ضرب وجرجرتها من شعرها وبالخشب. وبالشبشب. انت كنت فين يا حاج ساعتها؟ انا كنت في بيتي. بنتي كانت لوحدها هنا. محدش حاول يحوش عنها؟ كانوا قافلين البوابه وهي وامها جوا. بنتي اللي بتنضرب ونداء وامها كانوا جوا وياها. بس حبيبي بس حبيبي. اه. بنتي بقى تصور ترجع بالصوت درجاتها. بنتي عندها 50 سنة شجعنا على عيالها وكانت تعبانة جابلها. مين اللي نشر الفيديو ده على موقع؟ يعني هو عامل كاميرات المراقبة هنا بره وهو في السعودية جوزها. لا هو كان في الإمارات. هو في الإمارات. ولما شاف بقى أمه بتنضرب كده كان عامل كاميرات. اه المهم فشافها وهي فشاف أمه وهي بتنضرب. اه راح التصوير راح نزل. هو نزل بنتي بقى قاعده تصوت مش لاقي حد يخش عنها. ما كانش حد هنا هم سادين البوابه من جوا والكف ده يجيبوا يضربوا على مناخيرها وشدوا شعرها وبالخشب وبالسيب نقول على 150,000. طيب في حاجه سؤال عايز اساله لحضرتك. في كلام بيتقال والنبي الاطفال دي بس الصوت. في كلام بيتقال ان مرات ابنها دي معمول لها سحر او تعبانه. الكلام ده ايه رايكم فيه؟